جدا في التمبرال لوب مطرح المينينجايتس، يبقى ممكن يكون عنده كمان سنترال ايه هيرنج لوس. انا عارف في ناس بتقول لك حتى لو لقيت في ديستراكشن هناك تعمل له كوكلير امبلانت وهو حظه ان هو ايه يسمع ويسمع. احنا طبعا اكتر العيانين اللي بنشوفهم في الشغل بتاعنا هنا they are already ossified، يعني انا عملتش غير يمكن عدد قليل جدا اللي هو مينينجايتس واعمل العمليه على طول، يعني يمكن حاجه بتاعت 10 15 عيان بس اللي هم مينينجايتس وهم عامل العمليه. يعني فيهم واحده كانت بيبي عندها 4 شهور وجولي بالمينينجايتس كان يوم سبت بالليل في العياده، يوم الاحد الصبح مستشفى النزهة كنت بعمل لها بايلاترال ايه كوكلير امبلانت، كان عندها 4 شهور. دي اصغر طفله انا عملت لها عمليه اسمها فريده. فريده دلوقتي بتتكلم عادي، بتتكلم عادي، ده درس عاديه وكل حاجه عادي. وبعدين يعني ايه راحت لدكتوره سمعيات شافتها بالبتاع ده، هو راحت قايله لاهلها كلمه لطيفه جدا، قالت لها مش هي العمليه اللي خلتها تسمع، هي ريكفرد من الهيرنج لوس بتاع المينينجايتس. طبعا مامتها جايه تقول لي هي ريكفر من الهيرنج لوس بتاع المينينجايتس، قلت لها طب والكابل اللي انا حاطه جوه الكوفي ده اساسا هو يضيع اي سمع تاني؟ هي طبعا بتسمع بالايه؟ بالجهاز. تمام؟ ف زي ما بنقول ايه؟ نبص على الام ار اي بتاع البريك. بص المنظر ده هو هنا، دي حاله مش سهله، دي باينه اوسيفيكيشن، حتى اليومن باين شويه. لكن هنا في اوسيفيكيشن، وهو العظم اللي جوه في الاوسيفايد كوكليا ده هي هنا في حته سكالبس تبقى ممكن اخش بيها. تمام؟ بس انا ممكن افحت سكالت البناي كويس هنا، العظم بيبقى جوه عامل زي الطباشير في المينينجايتس. فممكن الواحد ايه يستخدم الهوك الصغير ويبتدي يكحت فيه يطلعه حته حته لغايه ما يوصل لحته اليوبل يقدر يدخل فيها الديفايس. اللي فظيع جدا ولا بيتكحت وبيتحفر بطلوع الروح مش البوست مينينجيتك، البوست مينينجيتك العظم عامل زي الطباشير كده بتاع البوست تروماتيك اللي هو تكسر الكوكليا زي ما احنا شايفين ده فراكشر في الكوكليا، هنا الفراكشر لاين اهو، وتبتدي الكوكليا يحصل فيها بليدين من جوه، بعد شويه فايبروزس واوبليتريشن باي اوسيفيكيشن، العظم ده بيبقى عامل زي الرخام. تحط عليه البنطه بتاعتك وتقعد تدوس بالبنطه كده تلاقيها بتسخن ومفيش حاجه بتحصل خالص. ففي حالات من دول لو دخلت فيها يعني منظر زي ده هو اقول لهم انا هحاول احفر الحته دي. لو ما جاتش معايا انتوا هتعرفوا من دلوقتي اهل العيان ان انا داخل في العمليه دهيا مش هفتح الجهاز الا لو انا مطمن اني هعرف احط. لكن ممكن العيان بتاعكم يرجع لكم بعد كده اقول لكم ان انا ما فتحتش الجهاز وانا ما كملتش العمليه علشان خاطر ما عرفتش اوصل للقوقعه. بس This is the only way. الشعر الابيض اللي على دماغي والشعر اللي وقع من على راسي ده كله اتعلمته من الايه من الاكسبيرينس بتاعت السنين. عيان الاوسيفيكيشن اي نوع من الاوبليتريشن اوسيفيكيشن اهله لازم يفهموا احنا داخلين نعمل عمليه از ترايل، نفعت نفعت، ما نفعتش هنحافظ لكم على فلوسكم اللي دفعتوها في الجهاز، مش هنفتح الجهاز وتروحوا تاخدوا فلوسكم من الشركه وتعملوا له شهاده في البنك. هو كده بالذات البوست تروماتيك اللي حلو في الحفر بتاعها بس بتبقى بلادي شويه. الاوتوسكلروز، اوتوسكلروز برضه يعمل اوبليتريشن الكوكليا اوسيفيكيشن بس بيبقى فوق، يعني هنا بس هتبص دي فوكس بتاع اوتوسكلروز جاي عند الراوند ويندو اهو قافل الراوند ويندو. فانا طبعا متوقع في العمليه دي هين ما الاقيش ايه راوند ويندو، هنشوف الفيديو بتاعها بعد الظهر النهارده. انا مش متوقع الاقي راوند ويندو، لكن انا بص كده ادي هنا الفوكس قافل المنطقه بتاعت راوند ويندو او البيزل تير. في الام ار اي بص في جود برايت سيجنال هنا اهو، لكن اول الكوكليا المفروض ده كده جزء من اليومن، الفوكس بتاعي هو الحته الهامب اللي تحت ده هنا. انا قعدت افكر اخش من هنا، لا لو دخلت من هنا ممكن اخش الفيستيبيول وما اعرفش احط الالكترود، فانا مش عايز اعلى عن الفوكس، ممكن الحته الصغيره دي ما اعرفش اجيبها. انا قلت لنفسي امن طريقه to follow the focus into the cochlea. فانا actually جيت لقيت الفوكس قدام مني، هنشوفها في الفيديو النهارده في السيشن اللي بعد كده. هتبص تلاقي ايه ان انا حفرت كده على الابر مارجن بتاع الفوكس، فضلت ماشي مع الفوكس لغايه ما راح موصلني لايه
لليوم. طبعا عمليه الاوتوسبونجيوتيك فوكس ده بيبقى فيري بلادي، لكن الحفر بتاعه سهل، ما هوش زي المينينجايتس ولا زي البوست تروماتيك. كوكليير ديفلوبمنت، ده منظر لكوكليا دونت ديفلوب انتو تيرنز، عامله زي سيستي كده او كافيتي، وده الام ار اي فيري سمول بيزل تيرن فيري ديفيكولت تو فايند، وعندنا السيست اللي هي بقيه الكوكليا كلها. دي كوكليا وقف النمو بتاعها عند مراحل اوليه في الديفلوبمنت بتاعها. انا ما يهمنيش انكم تعرفوا الكوكليات اللي شكلها غريب دي والتصنيف بتاعها والكلام ده، هو كلها اول ما بتمسك الاشعه تقول لك دي كوكليا غريبه. لا، انا اخاف قوي ان الكوكليا تبقى اندر ديفلوب بس قربت من الفول ديفلوبمنت، فدي اللي انت تقول عليها دي نورمال وبعدين تكتشف حاجه في العمليه. فعشان كده وات ار ذا ساينز، شايف الكلمه ايه اللي جايه بعد كده؟ الفولي ديفلوبد انري، دي اللي انا تهمني انكم تعرفوه. يعني لما نبص للاكسيال كات 6 كان دوت، دي اللاترال سيمي سيركل كان، دي السليت لايك فيستيبولر اكويدار، دي علامه كومبليت ديفلوبمنت. طيب كوكليير بارتيشن اللي قلنا عليه من شويه، ادي الميدل تيرن وادي الاسندنج بيزل وادي الكوكليير بارتيشن. هنا عندنا الايبيكال هورنز، الكوكليير من فوق عندنا بتبقى فلات من التوب كده، فعندنا اتنين قرنين كده موجودين في الحته دي، او بتبقى فلات توب كده لانها ثلاث ارباع لفه الايبيكال تيرن، بعمله زي السقف بتاع الاوضه دي، فلما ناخد فيها الكات تبان لك من فوق ايه؟ ببطاطا كده. وبعدين عندنا الانفيرتد جي شيب ابييرنس اللي هو بتاع الفيستيبولار اكويدكت في الكورونا الايه؟ سيت سكان. فدي كلها علامات تبص عليها تعرف تطمن الكوكليا بتاعتك دي ايه؟ فولي ديفلوب. طبعا انا بصيت هنا لقيت ان ورا اللاترال سيمي سيركل كانال زي ما احنا شايفين هنا كان المفروض سليت لايك فتحه صغيره، لقيت حاجه عريضه جدا موجوده هنا. This is the enlarged vestibular aqueduct. الام ار اي بتاعها it is a large sac، دي مش sac صغيره وكبرت. هي اصلا الساك بتبقى كبيره في الديفلوبمنت بتاع الانر اير وتقعد تظهر لغايه ما تختفي. فدي فضلت كبيره كده اهو. الكوكليا دي طبعا اللاترال سيمي سيركل كانال صغيره والكوكليا بتاعتها قصيره شويه، بس كل الملاحظه الاولانيه ان انا عندي انلارجد ايه؟ اندو ليمفاتيك ساك او وايد فيستيبولار اكويدكت. هنا ده عندنا اون ذا سيرفيس اوف ذا سيربيلم زي ما احنا شايفين الساك باينه كويس قوي في الساجيتال ام ار اي. طب لما نبص على الكارت اللي هنا جميله جدا، الرايت اير مفيش حتى كوكليا، في سيست كده، الكوكليا والفيستيبيول مع بعض، ده السيست باينه في الام ار اي اهي. طب نبص الناحيه دي كده، في عندي حته راوند ويندو صغير وبعدين عندي بيزل تيرن صغيره وبعدين بقيتها سيست كده. الام ار اي ادي المدخل بتاعها وادي الايه؟ هنكبرها نشوفها كده ونحط واحده نورمال جنبها، مفيش كوكليا ايه هنا؟ بارتيشن. كوكليا بارتيشن دي حاجه مهمه جدا في الديفلوبمنت بتاع الكوكليا. This is a patient عندها كافيتي في الكوكليا وكافيتي في الفيستيبيول وطالع منها لاترال كانال صغيره والسوبيريور كانال ايه؟ صغيره. وده شكل الام ار اي بتاعها. After counseling the patients parents they wanted so much انهم يعملوا كوكليا امبلانت، قلت لهم مش هتنفع تبع التامين، قال لك احنا نشتري الجهاز. برضو I told them أثناء العملية لو لقيت إن في difficulties ولا حاجة مش هكمل العملية. الحمد لله قدرت أفتح الكوكليا ده، very easy to open assist دهيا، بيطلع جشر فظيع جدا عشان الكونكشن مع الانترنال اوديتوري كانال، وقدرت أحط compressed electrode والالكترود ده هو بتزقه قوي لجوه علشان هنا مفيش modulus، فأنت لازم الإلكترود يفتح على الأوتر وول لأن النيورال إيلمنتس كلها سبايرال هيرنيا موجودة في الوول بتاع الكوكليا مش موجودة في المودايلس، فلازم تزقه قوي لجوه يبقى عامل زي حرف نيو كده لازق على الوول الخارجية. حاجة غريبة جدا، البنت دي البرفورمانس بتاعها كويس قوي unexpected، يعني تخلي الواحد بعد كده في حالات زي كده يقول لك يتحمل المساوئ المتاعب الجراحية في مقابل إن الإيه؟ البرفورمانس يبقى كويس. بس دي طبعا is not the case، مش كل الحالات الكافيتيز دي بتجيب نتائج ايه؟ كويسه. ميشيلز ابليزيا، this is a normal cochlea. This is an ossified cochlea. This is low cochlea. مفيش cochlea خالص. ها نعمل له cochlea implant؟ ما ينفعش. ميشيلز ابليزيا ايه؟ مفيش cochlea موجوده من اساسه. سيناروجلو ليفل سيناروجلو
عمل كلاسيفيكيشن. انا بتعجبني في حاجه ليفنت كان معايا فيلو في هاوس انستيتيوت, هو اصغر مني سنا يعني. انا كنت من الفيلوز اللي عواجيز شويه عشان كنت خلصت نيابتي في مصر وسنتين مدرس مساعد فايه, وبعدين سافرت امريكا فايه يعني. هو طبعا بيجوا بدري عندنا يعني, بيوصلوا هناك انت عم تخلص ورقك في البعثات هنا في مصر والاجراءات الاداريه, ويطلعوا لك تصريح امن وتصريح مش عارف ايه والحاجات دي ايه بتكون شبت يعني. فطبعا هو كان اصغر مني, كنا قاعدين داخلين الامتحان الامريكان بورد فايه قاعدين بنذاكر. انا ضمن الاسباب بتاعي نجحوني من اول مره في الامريكان بورد, حسوا ان انا راجل كبره في السن, راجل شكله غلبان كده جاي من بلاد يعني بيعجزوا بدري يعني, فايه نبعته قد اديله البورد احسن. فالراجل ليفنت ده داخل معايا الامتحان كان هو مغرم جدا, وانا خلاني احب السندرومز بتاعت الهيد اند نيك, نقعد نجمعها ونجيب من الليترتشر عارف ازاي بتعمل ورق دروس كده قاعدين بنعملها. لغايه ما في الاخر لقيته مره في يوم جاي قال لي انا لازم الموضوع ده بقى هايس قوي, كل السندرومز دي والهيرنج لوس مش عارف ايه لازم يتعمل لها تصنيف. فعمل تصنيف ده اكشولي بدايته كانت هناك في هاوس, وبعد كده كمل التصنيف واصبح عالمي دلوقتي. التصنيف ده هو اللي العالم كله ماشي عليه في السيناروجلو كلاسيفيكيشن. مش هخش في الديتيلز بتاعت هو اكتر العيانين اي بي 1 اي بي 2 اور اي بي 3 انترا كوكليير بارتيشن. اي بي 1 اللي هي السيستيك كوكليا دي ممكن يبقى لها كونكشن مع الانترنال اوديتوري كانال, دي اسمها فيستيبولار سيستيك انومالي, كوكليو فيستيبولار سيستيك انومالي. الاي بي 2 اللي هي بيبقى فيه بيزل تيرن بس ما فيش تكمله بعد كده, دي اللي هي كان زمان بنسميها مونديل ديسبلازيا. اي بي 3 لو مؤاخذه بنات اوسخ نوع, تمام, اللي هي ايه بقى تلاقي المنظر ده هو كده, تلاقي الشيب بتاع الكوكليا very thick wall موجود بتاع الكوكليا, الفتحه بتاعت الكوكليا ما فيش مودايلس, الكوكليا مفتوحه على الانترنوديتري كانال, تمام, تفتح دي كده تعمل هنا كوكليوستوم يدخل الالكترود في اي حته تحاول توقف الجشر اللي بيحصل ده هو. تتمنى ان يوميها تكون رحت بالمايو, تمام, من كتر المايه اللي شغاله ومش عايزه توقف خالص. انا عملت حاله واحده بس اي بي 3 في حياتي وكاتبها من ضمن الكونترا انديكيشنز في الحاجه بتاع التامين, لان اللي لاحظته ان العين ما بيجيبش النتيجه المرجوه مقابل كل اللي اتعمل ده هو, والريسك فور بوست اوبرتيف بنجايتس ايه عالي جدا. فلازم الواحد يعرف when you must know when to say no. الجراح الشاطر مش اللي يقول انا بعمل كل حاجه, الجراح الشاطر اللي يعرف امتى يقول لا العيان ده انا هضره مش ايه مش هفيد. في جراحين يقول لك اعملها ويدعي ان هو بيجيب نتائج, اهلا وسهلا لو بتعرف تعملها وبيجيب نتائج وما بتاذيش العيان بتاعك جوه هيد. انا بالنسبه لي انا بعرف امتى اقول لا الحاجة. ودي مهمه جدا. فانا من ضمن الحاجات اللي بقول لها لا هي الايه الاي بي 3. ثلاث أطفال في معانا ناس من الزقازيق هنا موجودين مش كده؟ فاكرهم؟ ثلاث أطفال جدهم كان رئيس قسم الأناتومي في طب الزقازيق وعايز يعمل لهم كوكليير امبلانت, وقال لك هيشتري الأجهزة على حسابه هو الجد نفسه, قال لك أنا ولا هعدي في تأمين ولا كلام ده, هجيب الأجهزة على حسابي أنا وهعمل للعيال دي الكوكليير امبلانت. والتلاتة عندهم اي بي 3s. انت فاكر يا دكتور يوميها انا قلت لا؟ انا قلت لا وهو كده قلت للراجل يوميها لما جابوه لي دكتور مباشر وقعدنا معاه رئيس اسم الاناتومي عندهم, قلت له لو معاك الفلوس بتاعت الاجهزه ده هي اعمل لكل عيل فيهم شهاده في البنك تساعده في حياته بعد كده, بس دي لا مش هيستفادوا وهيتضرب. ده كان السيت سكان بتاع واحد فيهم. عندنا المنظر اللي هو تلاقي الكوكليا تديك احساس ان في شيء, في نيرف بس مش طالع من المودايلس, الدنيا كده تحس انها مفتوحه على بعضها, ده المنظر كده اهو. They never get any good results. شفت المنظر بتاعها في الكورونا؟ How can you access a cochlear which is so يعني abnormal in shape وكده, access بتاعها صعب جدا. ودايما لاحظت على فكره الكاروتيد بتاعهم بيبقى عالي والجوجلر بالب بتاعهم بيبقى عالي, and it's a very very difficult surgery. If you can do it
and you know you can do it and you can get a good result, go ahead, but don't harm your patient. أنا شخصيا بعتبر دي عندنا في الindications بتاعتنا absolute contraindication. Cochlear nerve, أهم حاجة أتأكد إن فيه nerve. فطبعا إيه النيرف بيبان في الMRI أحسن من الCT. يعني أبص كده لاقي ده النيرف طالع من الكوكليا أهو في السجيتال كات، أدي الفيشيال، أدي الكوكليار، أدي السوبير فيستيبلر، أدي الإنفير فيستيبلر. ولازم الكوكليار نيرف يبقى قد الفيشيال أو أكبر. تمام؟ جينا بصينا في السي تي سكان، يعني في ساعات ناس تقول لي طب يعني ما فيش حاجة في السي تي سكان؟ ممكن السي تي سكان يعني يطمنك شوية بس ما تقدرش تحلف فيه نيرف ولا لأ. واخد بالك؟ يعني أنا أبص للسي تي سكان زي ده هو ألاقي أدي الفيشيال نيرف أهو كده وأدي السوبير فيستيبلر. وابص في الترانسفيرس كات اللي تحت ده الكورونا كات الاقي فيه ترانسفيرس كريست فوق هنا دي كومبارتمنت وتحت كومبارتمنت. انا شايف كومبارتمنتس بتاعت النيرف، ممكن اتخيل اقول لنفسي غالبا في ايه كوكليير نيرف، بس اخش اعمل عمليه على غالبا دي لا، لازم يبقى معايا ايه ام ار اي. ادي هنا كوكليير نيرف تقريبا نفس السايز بتاع ايه بتاع الفيشيال نيرف. تبص هنا ادي الفيشيال اهو وادي السوبير فيستيبلر تلاقي تخن بعد شويه، لا هو تخن عشان ضمله الانفيريور هنا وضمله الكوكليير هنا. تمام؟ نبص هنا باين حلو جدا هنا this is the inferior vestibular and this is the cochlear nerve. وده هنا النيرف 8 الفيستيبلو كوكليير، وشايفين هنا ده ايه ده؟ الايكا الانتيريور انفيريور سيربيلر ايه؟ ارتري. وانا زي ما شرحت في التمبرال بول كورس انا عندي كات ظريفة جدا بحب اعملها للام ار اي، هي برضو صورة واحدة كده فاعرفك كل حاجة بالنسبة للنيرف. انا بتجيب الـ في الباك جراوند نحط الكوكليا كده في الام ار اي، وادي البوستيرير كانال، وادي السوبيرير كانال، وادي اللاترال كانال، وادي الانترنال اوديتري كانال سوبر امبوزد عليها. انا لو خدت كات في اللاترال اند بتاع الكانال في الاكزيال كاتس او في الكورونال كاتس في اللاترال اند بتاع الكانال او في الميد بورشن او في الميديال اند بتاع الكنال هنا على الكورونال وهنا على الاكزيال هيطلع لي ساجيتال كات. الساجيتال كات عند اللاترال اند بتاع الكنال في اربعه نيرفز فيشيال 7 اب كوكليير كوكاكولا سوبيريور فيستيبولار فودكا انفيريور فيستيبولار ايه فودكا. تمام؟ هنا شايفين الكوكليير نيرف والسايز بتاعه مع الفيش. في الميد بورشن بتاع الكنال الاثنين فيستيبلرز هيتحدوا مع بعض هيبقى في ايه فيشيال وكوكليير وفيستيبلرز. الاثنين فيستيبلر والكوكليير هيتحدوا مع بعض في الميديال اند بتاع الكنال عند البورس يبقى فاضل فيشيال وايه. في ناس تقول لك طب ما خلاص بقى يعني نسهل على نفسنا تعالوا ناخد الكات الميديال دي لقينا فيها اثنين نيرفز نتكل على الله لقينا ان في انومالي ان واحد يتولد بفيستيبلر نيرف من غير ايه كوكليير نيرف. فمش الكات دي اللي تحدد عليها الكات ايه؟ شوف الكوكليير بعينه. انا احب اشوفه في الساجيتال هنا اطمن وابص كمان فين فين البتاع فين اللي اسمه ايه راحت فين اشوفه كده. لما اشوفه كده اهو ابقى انا داخل ايه طالع نيرف من الايه البيز بتاع المودايلس ابقى انا مطمن 100%. طبعا النيرف بيبان اسود علشان هو سيجنال فويد جوه الانترنوديتري كانال اللي هي فيها سي اس اف اللي هي في التي 2 سيجنال الميه بتبان بيضة والنيرف يبان ايه اسود. طب جالنا عيان زي ده هو ايه رايكم ايه اللي شد انتباهي فيه؟ هل شد انتباهي النارو انترنوديتري كانال؟ خدتش بالي منها. انا خدت بالي ان اللاترال سيمي سيركل كانال انومالس. Anomaly of the lateral semicircular canal you must be 1,000,000% sure إذا كان في cochlear nerve أو ما فيش. Anomaly of the lateral semicircular canal is one of the radiological signs for charge anomaly. والcharge anomaly ده هي 90% منهم عندهم cochlear nerve أبريس. فأنا بصيت لقيت دي كذا قلت لهم يا جماعه ده مش هيبقى عنده نيرف. ادي الانترنوديتري كانال بتاعته فيها بس ايه فيشيال نيرف فقط. وبعدين الحقيقه زي ما احنا عارفين ان جات الكوكليير امبلانت تطورت بعد حكايه العسكري الالماني اللي فقد السمع بتاعه في ودن واحده في افغانستان ورجع المانيا قال لهم انتوا استلمتوني في الجيش بسمع بودنتين
وعندي ودن دلوقتي فقدت السمع فيها في الحرب هناك في افغانستان، يبقى انا من حقي انكم ترجعوا لي السمع في الودن دي. فالجيش الالماني قال له لا، انت بتسمع بودن تانية، يبقى يعني خلاص كفايه عليك. فراح وصل في الحكم في المحكمه الدستوريه العليا الالمانيه، اتحكم له ان كل، لان في الدستور الالماني ان كل عضو كان فانكشنينج وحصل لص فيه بسبب اي حاجه في الشغل في الدوله في واتيفر، لازم الدوله ملزمه انها تعمل ذا بيست ان تعوض هذا الشخص، فاما تدفعوا له تعويض قد كده اهو، يا اما تعملوا له عمليه. قعدوا اساسه والحكام وما اكثرهم في البلوعه، قال لك احنا لو دفعنا له تعويض قد كده، لو عملنا له كوكلير امبلانت يبقى ايه؟ قد كده اهو. فاحنا ارخص نعمل له ايه؟ كوكلير امبلانت. فتعمل له كوكلير امبلانت هذا الراجل، وصل جراح في المانيا مش مشهور، وطلع بعد كده خطة صحفية غير عادية. الراجل قال لك انا رجعت لي حياتي تاني، انا بسمع تاني بايلاترال، انا كل حاجة كويسة جدا. وابتدى الكلام ان احنا نعمل السنجل سايدد ديفنس، نعمل له ايه؟ كوكلير امبلانت. فطبعا كل الجراحين في المانيا واحنا من وراهم بنتفرج من بعيد كده، خد بالك ازاي؟ يعني قاعدين كده في الصحراء اللي في الجنوب ده، يعني عمالين نقول الالمان عملوا، احنا كمان 400 سنه ايه؟ يمكن ربنا ايه؟ خلينا نعملها. تمام؟ السعاده اللي احنا فيها. قال لك ايه بقى؟ الجراحين الالمان سعاده غير عاديه، لان حالات السنجل سايد ديفنس كتيره جدا بالمقارنه بالبايلاتر. ان ربك لبالمرصاد. نسبه الكوكليير نيرف ابسنس ابليزيا في السنجل سايد ديفنس 65%، نسبتها في البايلاترال ديفنس اللي يبقى الاثنين كوكليير نيرف ابسنت كام في المية؟ 0.3%. فزي السنجل سايد ديفنس ده ما افتكرنا هنلاقي فيه بوبوليشن عالي جدا نعمله كوكليير امبلانت، تلتينهم راحوا. فانا لو جالي عيان سنجل سايد ديفنس وعايز يعمل كوكليير امبلانت، لازم اتاكد 100% ان عنده نيرف. ادي ولد جه مولود كده، بالذات اللي مولودين كده، مش واحد كان بيسمع بالودن دي وبعدين فقدها، اللي بيسمع بودنه فقدها يبقى اكيد عنده ايه؟ نيرف. الا لو النيرف اتقطع في ايه؟ في حادثه عربيه. تمام؟ فانا الولد ده جولي مامته قالت لك انا لاحظت وهو عنده 9 سنين انه بيحط التليفون على ودنه اليمين، وانا بقول له حط التليفون على ودنك الشمال. قلت لها انا عايز استفسر الحته دي، يعني واحد بيحط التليفون على ودنه اليمين، انت ليه مصور يحط ودنه على ودن الشمال؟ قالت لا، يعني التليفون يتمسك في الودن الشمال. قلت لها مين قال كده؟ هو رايت هاندد ويمسكه في اليمين. فسالت الولد، قلت له طب يعني عشان نخلص من امك المجنونه اللي قاعده معانا ده، هي انت يا ابني ما بتحطش التليفون على الودن الشمال ليه؟ قال لي انا قلت لها انا ما بسمعش الودن الشمال ده خالص. طيب روح اعمل اوديوجرام، تعالى ديد ايه؟ ايه ما بتسمعش. طيب قالت لي لا لازم يسمع بالودن الشمال. قلت لها ما بسمعش ازاي؟ الراجل ما بيسمعش بالودن الدايم، بيسمع بالتاني. قالت لي عايز اعمل له قوقعه في الودن الشمال. قلت لها عشان يسمع فين؟ الواد يبص لي عشان يحط ثبات مش عارف. تمام؟ فاهم؟ قلت له روح اعمل لي ام ار اي. رجع الام ار اي بقى، ادي نيرف هنا في السي تي باين فيه كوكلير ابرتشر، هنا مفيش مقفوله الكوكلير من تحت. هنا بص على السي تي كورونال، ادي هنا ترانسفيرس كريست اللي بيفصل الفيشيال عن الايه؟ عن البتاع التاني اللي تحت ده، ها؟ هنا بص ايه؟ مفيش كومبارتمنت تحت. بص في الام ار اي بقى، ادي 2 نيرفز كوكلير وانفير فيستيبيولر، هنا اخبارنا ايه؟ واحد بس، مفيش نيرف تاني جاي هنا خالص. اتس كوكلير نيرف ايه؟ ابليس. ففي السنجل سايد ديفنس ات از مور كوم. دي حاله ما اعرفش ازاي بيجوا بيبيهات صغيرين جدا، انا شفت منها حالتين الحكايه دهيا او ثلاث حالات دلوقتي، شفت واحده مؤخرا بيجيبوهم بيبيهات صغيرين جدا يقولوا ما بيسمعوش. الام بتحس من الاول كده ما بيسمعش خالص حاجه، غير الاطفال التانيين يظهر بتوع البروفاوند دول بالاول الام تبقى شاكه بيسمع ما بيسمعش. دول بتعمل له سي تي، بص المنظر ميدل اير اكسترنال اير كله طبيعي، ما فيش اي انر اير عشان تتاكد. ادي النورمال سي تي،
جنب الحاجات دي دايما في هنا ايه انر اير وفي انترنال اوديتوري كانال، مفيش خالص. دي حالات نادره جدا 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 بس موجوده. يعني اللي ريبورتد في الليترتشر لغايه دلوقتي حوالي 16 17 حاله اللي هم كومبليت ابسنس اوف ذا انترنال اوف ذا انر اير اند انترنال اوديتوري كانال، وطبعا كل الاوديتوري باث واي وكل حاجه. احنا دلوقتي بنسمي السندروم كله على بعضه بتاع الكوكليير نيرف، لو صغير لو ابسنت لو حاجه زي اللي احنا شايفينها بنسميها ايه كوكليير نيرف ايه ديفيشنسي. كلمه ديفيشنسي كلمه اوقع شويه من هايبوبليزيا وايه وابليزيا. ده هنا عندي فراكتشر كورونال كات فراكتشر معدي عندي في الفيستيبيول بعيد عن الانترنال اوديتوري كانال في الرايت اير. الفراكتشر اللي موجود في الليفت اير معدي في الانترنال اوديتوري كانال. هنا ممكن يكون النيرف ده الكوكليير نيرف اتقطع، وطبعا لو عملت كوكليير امبلانت هنا ممكن يكون النيرف مقطوع. ف which side to operate on هعتمد على الام ار اي اشوف الكونتينيوتي اوف ذا نيرف، او بنعمل حاجه اسمها الكتريكال بروموتري تيست او الكتريك اي بي ار اندر انستيزيا في الاطفال، عشان بنعمل زي ابره نشك بيها التمبانيك نلبس بيها البروموتري نعمل الكتريكال ستيميليشن ونشوف فيه ريسبونس ولا لا. في الادلتس ممكن نعملها بشويه لوكال انستيزيا ويقدر يقول لي انا في صوت بسمعه او ما فيش بالالكتريكال ستيميليشن اوف ذا برومونتري. في الاطفال بنضطر نديهم انستيزيا فبنشوف الالكتريك اي بي ار ويف الاي بي ار اللي طالع، هل في دبل بيك كيرف عند النيرف نمبر عند ويف 5 ولا لا، عشان نشوف اذا كان بيسمع ولا لا. اخر حاجه عندنا هنا الهيستوري اوف فيشل نيرف باراليس. طبعا انا احب اروح للود اللي ما كانش فيها هيستوري اوف ايه اوفيشال نيرف باراليسس، بس برضو ترانسفيرس فراكتشرز اوف ذا تمبورال بون شود نوت بي تيكن لايتلي، لازم ندرسها كويس. دي كانت حاله انا شفتها في اسيوط، كانت حادثه عربيه. لو تاخدوا بالكم هنا في الليفت اير في الام ار اي النيرفز مشدوده كويس، هنا النيرفز مشدوده، هنا في الرايت اير النيرف اتقطع. اكشلي هنا اتقطع الانفير فيستيبولر مع الكوكليا السوبير فيستيبولر مع الكوكليا، النيرف مقطوع من هنا، ولما اتقطع النيرف بيكش على جنب وبيقع في الانترنال اوديتوري كانال. وهنا باينه جدا ان في زي سام سورت اوف تروماتيك نيروما. هتلاحظ ان ده الكوكليير هنا وبعدين في كده ايه يعني something which it's not clear dots جنب بعض. المنظر ده انا ما اعملش خالص الودن اليمين، اروح للودن الايه الشمال. ان اف 2 طبعا اللي هو نيوروفايبروماتوزس 2 دي من الحاجات اللي فيها مشاكل. جات لي مؤخرا عيانه صارت عليها جدا، ست عندها 57 سنه جالها مامس وهي صغيره فقرت الهيرنج في ودنها الشمال من وهي عندها 5 سنين وعايشه بالودن اليمين، وبعدين ابتدت تلاحظ سماعها في الودن اليمين ما بقاش حلو في وش جامد. عملت لها ام ار اي لقيت عندها هيوج مننجيوما في الناحيه الايه اليمين. هو مشخصينها في بتوع راديولوجي اكوستيك نيروما، انما واضحه جدا من الفاسكولاريتي بتاعتها ومن التيل بتاعها انها ايه مننجيوما. طبعا هنا بقى مننجيوما افضل حاجه ليها في الوضع الحالي بسبب الفاسكولاريتي بتاعتها وكده الجاما نايف. جاما نايف وعديها جاما نايف. جوزها بيتكلم بيقول احنا مشكلتنا يا دكتور انا اللي فهمناه ان الورم ده حميد يعني. قلت له هو حميد يعني؟ قال لي طب يعني ممكن يتساب. قلت له والله ممكن يتساب بس هو يعني قريب جدا ابتدى يكبر ويزق على البرين ستيم. قال لي طب احنا مشكلتنا في السمع، هنعمل ايه في موضوع السمع؟ قلت له دي مشكله مؤجله، ناخد جاما نايف الاول. بس انا دلوقتي لو عملت كوكتيل امبلانت في الشمال طب انا هعمل فولو اب ام ار اي ازاي عند الجيوم وانا مركب جهاز؟ يبقى كل مره نعمل ام ار اي لازم اشيل الايه الماجنت واحط الماجنت، غير ان الجهاز نفسه هيعمل لي شادو في الام ار اي ودي ممكن يطلع لها من الجيوم في حته ثانيه. فطبعا ايه مشكله كبيره. قلت له الاول تروح تاخد جاما نايف وربنا يحيينا جميعا، نبقى نفكر في المشكله دي زي ما الامريكان بيقول لك I will not think of that problem or this hurdle الا لما اجي ايه لغايه عنده الاول ابتدي افكر في الحلول بتاعته ايه. سيرجيكال ايشوز حاجات انتوا بقى بعد ما اشتغلتوا امبارح على الكادرز شفتوها. انتوا طبعا تحبوا ماستويد شكلها ايه؟ كده حلوه النيوماتايز كويس. ايه رايك لما تيجي تعمل كوكليير امبلانت في ماستويد زي ده هي انت؟ انا عملت كل اصغر ماستويد ممكن تتخيلها، عرفت اخش بوستيريور تمبانوم ما عدا حاله واحده فقط
انا لقيت الساينس ورا الكنال وول والجوره لازقه فيه وما لقيتش خرم ابره اخش.